كان النبي صلى الله عليه وسلم من أتقى الناس لله وأخشاهم له. تأتيه أيام وهي أجمل أيامه مع أحب نسائه إليه وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. في يومها يقول عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، ذريني أتعبد ربي، تركيني أحتاج إلى جرعة إيمانية من الله سبحانه وتعالى أتقوى بها على ما قد ألم به من مسؤولية هذه الأمة وقيام هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل بعض الناس عن عبادته فكأنهم تقالوها، رأوها قليلة، قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، فأصوم وأفطر وأقوم الليل وأرقد وأتزوج النساء. يعني يعيش حياته طبيعية. فمن رغب عن سنتي فليس مني. الهدي، كل الهدي في اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا في كل مجال من مجالات الحياة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد زكاه الله جل وعلا في خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. جاء رجل يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وهذا الرجل كان يرفع صوته قليلا، فلما سمع صوته النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس أخ العشيرة، ذمه عليه الصلاة والسلام. سمعت عائشة رضي الله عنها هذا الحدث، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول. فلما دخل قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهش في وجهه وبش في وجهه ورحب به. فلما انصرف الرجل استشكلت عائشة رضي الله عنها الموقف، قالت: يا رسول الله، حينما استأذن ورفع صوته قلت بئس أخ الأخ العشيرة، فلما دخل رحبت به وأكرمته. قال: يا عائشة، ما عهدتيني فحاشا، لست بالفحاش، ولكن إن من شرار الخلق عند الله من يتركه الناس اتقاء شره، أي أن هذا الإنسان بلغ من أذاه وشره أن كان النبي صلى الله عليه وسلم من صبره عليه أنه يحسن إليه اتقاء شره، وهذا من شرار الخلق عند الله. وهذا الموقف إن دل إنما يدل على كريم خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع من يسيء، حتى مع من يسيء كان يعمل بقوله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها حينما سئل عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن، فاح العبير إذا ذكرت محمدا والنور أشرق والظلام تبددا، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما طار طير في السماء وغردا.